بمعنى لا بد وأن يكون في عنق كل مسلم بيعة لإمامه، ويحذر المؤمن يقول أنا لا والله ما احذر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أعظمها البيعة. بمعنى لا بد وأن يكون في عنق كل مسلم بيعة لإمامه، ويحذر المؤمن أقول أنا لا والله ما احذر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية صلى الله وسلم وبارك عليه. فإذا لا بد أن تبايعه، وليس المقصود بالبيعة ترسل له خطاب، يكفي يكفي أن تنوي بقلبك أن هذا إمامك وهذا رئيسك وهذا ملكك وله السمع والطاعة. فإذا أعظمها هو البيعة، ومن لوازم هذه البيعة السمع والطاعة، أن يسمع وأن يطيع فيما عدا معصية الله عز وجل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم ذكروا من مقتضيات هذه البيعة وجوب النصح لولاة الأمور والدعاء لهم. لذلك الإمام أحمد يقول والله لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام للأمير. صحيح، لا شك في ذلك، لو كانت لي دعوة مستجابة، ما يدعو لنفسه، قال لو كانت لي دعوة وأعرف أنها مستجابة لجعلتها للإمام للأمير، وذلك لأن الأمير إذا أصلحه الله تعالى صلحت الرعية، وإذا وفقه الله تعالى سعدت الرعية. فلذلك من مقتضيات هذه البيعة إذا قلت أنا أبايعه أن تدعو له بالتوفيق والسداد، وهذا منهج أسلافنا رحمهم الله تعالى. ثم من مقتضيات هذه البيعة أيضا عدم أو تحريم الخروج عليهم، بمعنى الخروج عليهم على وجه يثير الفتنة برفع السلاح أو إنشاء مجموعات أو نزع عصا الطاعة ونحوها، فأيضا هذه من أصول أهل السنة، وهذا الأصل يندرج فيه سواء كان الأئمة أو الولاة صالحين أم كانوا غير صالحين، لا يجوز الخروج عليهم، لأن في الخروج عليهم من الفتنة ما الله تعالى به عليم. الخروج على الأئمة ورفع السلاح يسبب من الفتن والضغائن والاحتراب والاقتتال ما يعرفه من قرأ التاريخ، وإن لم تقرأ التاريخ فإن الشواهد التي تحيط بنا دالة على ذلك. لذلك قرر أهل السنة من أصول أهل السنة أنهم الصبر من مقتضيات البيعة، أيضا أن تصبر على هؤلاء الأئمة وعلى ما يقع منهم، فإن الصبر هو أخف ضررا من إثارة الفتنة ورفع السلاح والخروج عليهم. لذلك يعني من هذا الأصل العظيم حسبك أن الله تعالى أنزل فيه آية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، آية تتلى إلى يوم القيامة، فجعل طاعة ولاة الأمر هاهنا، وولاة الأمر هاهنا المقصود بهم الأمراء والرؤساء، ويدخل أيضا فيه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم يدخل فيه العلماء، فإنهم ولاة أمر من هذا الباب. فأمر الله تعالى بطاعتهم